نروح لمقالة أثارت كثيرا من جدل اليوم، نزلت في صحيفة الرياضية. خلينا نشوف مقالة الأستاذ عدنان جستني في مقالة في صحيفة الرياضية. كتب في المقالة: لم أكن أتمنى من إدارة النادي الأهلي العنوان عفوا من السارق الأهلي لم أكن أتمنى من إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد مرزوقي أن تقحم أنفها في قضايا مستهلكة وشائكة ومملة يتم تداولها بين الجماهير ويتناولها الإعلام. أزعم بأنها لا تدخل بأي حال من الأحوال ضمن اختصاصاتها أو جزء من اهتماماتها ومسؤولياتها، فمن غير المعقول البتة أن تصدر هذه الإدارة بيانا صحفيا تطلب من الإعلام بكافة قنواتها اعتبار لقب الملكي ملكا خاصا للنادي الأهلي فقط ممنوع منعا باتا الاقتراب منه إلا في حالة أنها تملك ما يثبت صحة هذه الملكية بقرار صادر من الجهات المختصة، وهذا الإثبات غير متوفر عندها. فمسمى الأهلي هو الوثيقة المعترف بها وهو الذي من حقها أن تطالب الإعلام بعدم التعدي عليه كشعار وعلامة تجارية ممنوع الاقتراب منه ومنها. كما أنني لم أكن أتمنى إطلاقا من إدارة المرزوقي استخدام كلمة سرقة كصفة مقصود بها الهلاليين عبر البيان الذي أصدرته مساء يوم السبت الماضي عقب نهاية مباراة الفريق الهلاوي أمام شقيق الهلال والتي انتهت بالتعادل السلبي، ونصه كما في نشر في الصحيفة ونشر نص هذا البيان إلى آخره. كاتب تحت: ولكم أن تتصوروا لو أن أحد الأندية منح جماهيره لقب المجانين فماذا سيكون موقف إدارة المرزوقي في هذه الحالة وكيف الخروج من هذا المأزق الحرج؟ فهل يا ترى سوف تصدر بيانا تطلب من وسائل الإعلام أن تبقي لقب المجانين حصريا على جماهير الأهلي وأن كل من يعتدي على هذا اللقب سوف يعتبر سارقا له؟ ناهيكم عن توجيه اتهام السرقة سيفتح على النادي الأهلي أبوابا لن تغلق أبدا عبر العودة إلى التاريخ. معنا اتصال من صاحب هذه المقالة الإعلامي والناقد الرياضي المعروف الأستاذ عدنان جستنية. هلا فيك أستاذ عدنان. الله يحييك. ترى بس صوتك يعني منخفض، يا ريت يرفع السماعة. يرفع الصوت. أبشر طويل. أبشر يرفعون الحين الصوت لك أستاذ عدنان. اليوم كانت لك مقالة يعني عن الأهلاوية بحتة، وتعرف يا أستاذ عدنان يعني حب الأهلاويين لك كثير خصوصا في موضوع لقب الملكي. يعني كيف يعني ليش انت متحفظ كثر في هذه المقاله كثير على لقب الملكي اللي يعتبرونه الاهلاويين حق من حقوقهم؟ اولا احب اشكركم على تواصلكم لي وفي نفس الوقت نشر المقال يدل على اهتمامكم بما ينشر في الصحافه. اما فيما يخص اللقب، طبعا انا كتبت مقال سابق انه يعني اللقب الملكي لا يستحقه الا الهلال، رغم انه انا في فتره سابقه لي كان اعتراض على انه هذا، ولكن بعد ما عرفت انه من كان صاحب فكرة تأسيس نادي الهلال هو الملك الراحل الملك سعود من خلال طروحه أو رأي طرحه الأستاذ عبد الرحمن بن سعيد. كنا نعتقد أن المؤسس عبد الرحمن بن سعيد، لا، أن المؤسس الملك سعود، إذا هنا تأسيس ملكي. لما نجي نطالع على مستوى المراحل اللي بعدها من ناحية أنه بحث إيش اسم النادي وجدوا أنه اسمه غير يعني ما كان محبب له وفضل انه يسميه نادي الهلال. اذا انا عندي هذه اشياء كلها تعطيني انه مقارنه بريال مدريد كمسمى اضافه ملك اسبانيا لنادي مدريد واصبح هذا، وجدت فيه نوع من التشابه ان لم يكن اقوى بالنسبه للهلال انه هو يستاهل هذا اللقب، ولكن تبقى هي اراء يعني اراء اعلاميه قابله لنا هذا، لكن هذه تثبتها يعني اصبحت مثبته الان من خلال هذا المقال اللي نشر. اصبح يعني مهما حاول البعض انه هو هذا، نحن انا بجيب اشياء مبنيه على تاريخ وموضوعها ونشرتها وطرحت في قناه 24 رياضيه بالتفصيل. طيب الان الموضوع اللي جاء كنت اتمنى يعني في بيان صدر قبل يمكن اسبوعين حول موضوع الملكي. انا يعني اداره النادي الاهلي من حقها ان هي تدافع عن حقوق النادي وهذا حق مشروع، ولكن مثل هذه الاراء يعني اللي فيها نوع من الجدل الاعلامي كنت اتمنى ان هي تنأى عن نفسها. طيب. وما يحتاج انها تصدر بيان، لكن يبدو انا بالنسبه لي محاوله يعني حصول على بطولات اعلاميه لان هي غايبه عن المشهد كتحقيق انجازات للفريق الاهلي. طيب كيف الحين يا سعدان يعني كيف تشوف يعني كيف تحرم الاهلاويين؟ يعني دائما انا اقول ان المشجع هو المنتج، هو اللي يتابع منتجك الاكثر اللي هو كرة القدم أو الرياضة، هو المشجع هو الأهم، الأهلاويين يحافظون أو يحاولون الحفاظ على هذا المنتج أو الحفاظ على هذا المشجع اللي يعتقدون أنه كان في مباراة الهلال
حرم من أهم أو من ميزة كبيرة له. أنت كيف هناك؟ هنا شوف إيه شوف تفضل. هنا حق إدارة النادي الأهلي إن هي تحمي مكتسباتها، تحمي جمهورها، أي تجاوزات غير خارجة عن النظام أنا أيد هذا طيب الإجراء، وخاصة إنه وجد ردة فعل من المسؤولين على مستوى رئيس الهيئة الرياضية الآن في تحقيق. إذا نحن ما نريد هذا، لكن كلمة سرقة يعني طيب هذه كانت كلمة أنا أعتقد إنه ما كان المفروض إنها تطرح في بيان أو من إدارة النادي. ممكن تقول في يعني في ألفاظ كثيرة، طيب ولكن دون الخوض في هذا اللفظ بالذات، لأنه يعني التاريخ يعيد أشياء للنادي الأهلي إنه كان في نفس طيب الموقف أو في نفس طيب هذه النقطة اللي أنا بناقشك فيها الآن. أنت أستاذ عدنان قلت في بداية المقال استغربت اتهام الأهلاويين الهلاليين بالسرقة، وفي النهاية قلت إن هذا سلوك، يعني في نهاية المقال إن قلت يعني إن قلت إن عصفت بكل هذا ولمحت لسرقات أهلاوية، يعني أنت كذا ناقضت نفسك في نفس المقال. يعني أنت لا، أنا بقول إنه أنت الآن بتفتح لك باب أبواب، مو بس لا بس أنت أجزمت، أنت قلت في أشياء كتبت هنا ولا أعتقد ايوه لما أنهم في حاجة إلى من يذكرهم بتاريخ بقي وسيبقى شاهدا عليهم. ايوه أنا بتكلم على التاريخ، أنا ما بتكلم حاجة من عندي بمزاجي إن هي مبنية على رأي شخصي، لا، هذا تاريخ موجود على مسمى كان لمين قبل كذا من الشعار اللي موجود. طيب هم عندهم التاريخ، هم عندهم يعني عندهم رأي على أن أي هذا رأي الملكي. ممكن هذا الكلام ممكن تقوله، بس ما تقول سرقة، يعني انا ماني ما خليه يقول هو اللي يبغى يقول، لكن انا لما كتبت هذا من السارق يا اهلي، انت ما دام اعطيت هذا اللفظ اذا خلينا نرجع للحقائق ونكشف الحقائق، هذا اللي انا اقصده. ولكن واتمنى يعني يؤخذ هذا الراي اللي ما نشوفه في جريده الرياضيه، يؤخذ يعني برحابه صادق وادراك اني انا اقصد منه الجانب الايجابي لمصلحه النادي الاهلي ومصلحه حتى لا يكون هناك سوء فهم في التعامل مع الالفاظ. طيب استاذ عدنان جستني الاعلامي والناقد المعروف، شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك. طيب